السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. في عجلة سريعة كده هحكي لكم اللي حصل عشان الناس اللي بتتكلم في الحفلة بيقولوا أصل إحنا مش هنقبلكم، هتجولنا تاني ومش هنقبلكم، أصل أنتوا ضميتوا لينا. بصوا اللي حصل في الموضوع كله يا جماعة، أنا بس بحكي بسرعة عشان أنا مسافر دلوقتي. اللي حصل إن أنا ضميت السنة دي مع في الفندق مع حد علشان العدد كان قليل. طب بقى قليل ليه؟ أنا أعلنت في الأول وناس كتير جدا لما كنت أعلنت بسعر قليل جم معايا، لقيت حد بيكلمني من شركة تانية هنستأذنك بس وقف أسبوع لأن إحنا عندنا مسؤوليات ومش عارف إيه وإحنا والله وبناكل عيش. استأذني، قلت له اتفضل مفيش مشكله. سبت اسبوع 2 3 4 5 6 لحد ما الحفله بدات، الحجز ما وقفش طبعا، كلمه الرجاله ما كملت عادي، قلت عادي مفيش مشكله. كنا متفقين على حاجات كتير جدا كلها ما تمتش ولا حاجه منها تمت، واللي تم تم مكسر تمام. ولو قلت حاجه غير كده، لو انا بقول كلام، انا الفيديو هنزله على الفيسبوك والجروبات والبيج والواتساب والاستوديو كل حته كل اسمعوا. فحصل اختلافات ما رضيتش اتكلم، انا عقلي يعني مش هفضل اقول انا عقلي كبير وهفضل اعظم بنفسي، لا بس ما بحبش ارد على الكلام البيئه، ما بحبش ارد على التوقيع، نقول اصل هم وحشين بس تعالوا معايا انا الكبير انا مش كده. ده غباء، ده تخلف، ده قله قيمه، ده عدم مفيش ذوق، كلام كتير جدا انا مش هتكلم فيه. طبعا انتوا عرفتوه، انتوا ناس متعلمين ومثقفين فاكيد فاهمين الطريقه دي، اللي هو لا انا اللي بعمل حلو، اصل هم اللي بيضموا ليا، اصل انت لو جيت لي ساعتها انا مش هقبلك. باشا السنه دي انا ضميت وقلنا كان في حاجات، الناس اخذت سويتشيرتات، الناس اخذت كل حاجه وبزياده واحسن من ناس تانيين وبسعر اقل 250 جنيه. طيب السنه اللي فاتت انا عملتها حاجه صغيره وعملتها مؤخر بعد ما هم اصلا قفلوا حجز، يعني انا ما كنتش في دماغي ان انا اعمل حفلات لان انا حفلاتي في شغل تاني في الفنادق وتعاقدات وكده، فما كانش في بالي ان انا اعمل في الكليه. ابعتوا لهم، انتوا ليكم سي في، لازم يكون الشركه ليها سي في، لازم تبعت لي حاجات عملتها قبل كده. الشركه لما ابتدت في الموضوع ده، طب هي ما عملتش قبل كده في الموضوع ده هيجيب منين؟ لازم يعني اللي عمل هو التوب، هو الاله، هو اللي ما فيش حد يعبد غيره، ما فيش حد هيبقى ما علينا، دي عقليات، فكل واحد وعقليته. السنه اللي فاتت لما عملت فان دي عملت لاصحابي بس، كانوا حوالي 100 حد، ال 100 حد دول كل واحد دفع 50 جنيه، انا مأجر قاعه وجايب دي جي وجايب درامز وجايب مطربين وجايب كلر وجايب طفايات وجايب اقلام وجايب بلالين وجبت فقرات كتيره جدا كلها ب 50 جنيه. دفعت حوالي 30 25 الف جنيه، تحملت كل الباقي من معايا انا، ما حدش دفع جنيه زياده. بس بوضح لكم من الفكره ان الناس اللي بيتكلموا في الظهر او بيقولوا مثلا يا معتز هو انت ممكن تضم، استحاله اضمه، انا استحاله اضم مع واحد ما بيصدقش في كلمته. مع واحد اتفقنا على بنود كتير جدا ما نفذش ولا وعد فيهم، ولا وعد فيهم نفذه. انا بس مش من اسلوبي ولا من ذوق ان انا ارد، ولكن انا بس ما حدش يتكلم في ظهري. اللي بيتكلم في الظهر ده دي واحده ما بيكونش شخصيته، مهما لو كان راجل بيكون واحده لو فضل يعيف في حد علشان يجي معاه تعالوا انا الكبير انا اللي بعمل، هما لا تعال. ده نقص الرزق ده بتاع ربنا. هعمل حاجات كتير جدا ان شاء الله، حتى لو هكلفني من معايا. اللي يعرفني باكد على الكلمه دي، عمري في حياتي ما اديت وعد لحد وخلفت فيه. انا لما الشركه الثانيه كلمتني وقالت لي هنستاذنك بس وقف اسبوع، وقفت اسبوع اثنين ثلاثه اربعه خمسه لحد يوم الحفله، الحجز ما وقفش هناك، فاوريدي اللي حجزوا هناك كلهم عايزين يبقوا مع بعض، كانوا مفكرين ان انا بالفعل كنت اعمل حفله ثانيه. الناس اللي كانت معايا انا كنت هتكافل كل حاجه من معايا، الناس اللي كانت معايا قالت لي احنا عايزين نضم مع اصحابنا، قلت لهم انا مفيش مشكله، انا عمري ما طميت مع حد ولا عمري ملت على حد ما اعرفوش، بس ما كنتش اعرف ان في ناس قللت الاصل كده يفضلوا يقولوا اصل هو ضم معايا، اصل هو قليل، اصل هو ايه الاسلوب البيئه ده؟ استحاله تبقى كده. هو انتوا شايفين يعني انا مش هعلق، بس كل واحد بيسمع الفيديو اكيد عاقل وانا عايزه يراجع الكلام كويس، ان مين اللي كلمني الاول قال لي هنستاذنك بس هنوقف حجز شويه لحد ما ربنا يكرم واجمع العدد بتاعه وبعدين افتح زي ما انت عايز، والاقي الكلام اتغير بعد ما كنت كل شويه بتتصل بيا بتبعت لي على الواتساب ببقى عندي جلسات مش بعرف ارد، بتفضل تتصل بيا تاني قبل الحفله بكام يوم وعشان وعود بقى تنفيذ الوعود اللي من عندكم انتوا. انا نفذت وعد وطلعت راجل قد كلمتي على تربيتي وعلى اساسي وعلى صلبي وعلى اللي انا عايش فيه. لما جينا ننفذ الوعود الثانيه لقيت الموبايل ما بتردش عليه، المكالمات كلها ما بنردش على معتز، اتصل من رقم غريب ممكن نرد، ابعت رسائل ما بتردش. ما علينا من ده كله، انا حبيت اوضح ان انا الحمد لله في مجالي كويس جدا. اسالوا في الفنادق 5 ستارز معتز عاطف، مش بشكر في نفسي ولكن شغل اللي بيشكر فيا وشغل اللي ما كانش في الحفلات دي عامه، ولكن انا حبيت اعمل بقى الموضوع ده واوري الناس ان شاء الله حاجات ما اتعملتش قبل كده، وعمري ما هضم مع حد تاني لان انا ما اعرفش ان هلاقي ناس هتطلع تفضل تقول كلام ناقص زي ده. صاحب العقل بيريح، صاحب الذوق بيريح، المتربي بيريح، الاصيل بيريح،
الناس اللي يعني بتعاشر وتعرف عشره ومتربيين على ده هيريحوا. انا عمري ما وجهت كلامي لحد ولا قلت تلقيح ولا الكلام ده كله، ولكن الموضوع بيضايق جدا لما بلاقي الناس بتتكلم عليا كلام مش موجود فيا. انا اسف ان انا طولت عليكم، بس انا وكمان استعجلتكم، وفي حاجات كتير جدا جدا ما قلتهاش، ولكن انا بس بوضح لكم. وانتوا شايفين اللي بيقول حاجه على حد ما حصلتش ده ايه؟ بني ادم ايه؟ اللي انت قلتها او جت في بالك او جت في بالك هي دي اللي هتقال عليها. احب اوضح لكم ان شاء الله ان حفله هعملها لكم مش زي ما قلت بس، لا ده انا هعملها احسن من كده باذن الله. هجيب لكم حاجات كتير جدا، مش بعمل كده عشان تيجوا معايا، حتى لو هشتغل ب10 تمام، لو ب10 اعمل لهم في فندق 5 ستارز، لو كلفني 100,000 جنيه، لو همضي على نفسي وصلات امانه واعمل لكم احسن حفله هعملها، عشان انا وفي ويعني الكلمه اللي بتطلع من 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 بقي دي سيف على رقبه اليوم الدين. وكمان انا الحفله مش حابب اعملها في مكان كبير جدا واجيب 1,000 و2,000 و3,000، انا الحفله معايا اقصى حاجه من الطلبه من 200 ل 250 طالب، مش هزود عن كده. الحفله هتكون بسيطه وكله هيتندى في الاول، هنعمل فقرات لذيذه، انا هجيب مستشار دولي، هجيب ان شاء الله بكلم لواء عضو مجلس شعب، بعمل كذا حاجه عشان اطلع لكم اليوم دوت احسن يوم، وعشان ابين لكل خسيس وقليل الاصل وقليل الذوق وما عندوش دم ولا عنده تربيه، واعرفه فشل، واعرفه ان هو فاشل عشان ما فيش حد بيتحداه، اعرفه ان هو فاشل عشان ما فيش حد واقف قدامه، عشان هو ما جربش يقف قدام حد. يا جماعه الاصيل او الناس الكويسه او الناس اللي بتثبت شغلها بتثبت بشغلها، ما بتروحش تقول اصل هو ضم، اصل هو ما ضمش، اصل هو عدد قليل، اصل هو ما بيعرفش يعمل، اصل في زي في، كل واحد بيعرض شغله. والله انت تقدر تختار، الواحد ده بيبيع حاجه وده بيبيع حاجه، انت ليك حريه الاختيار، تشتري من ده او تشتري من ده، بس ان انا لقح واقول اصل هم ضموا معايا والكلام ده شغل نقص، فسامحوني في اي كلمه طلعت مني، ولكن انا قلت اللي على اللي في قلبي على لساني على طول، ما بخبيش حاجه ولا بخاف من حد ولا يهمني اي مخلوق في الدنيا، طول ما انا على حق وطول ما انا واثق انا بقول ايه عمر ما يهمني اي حد تمام. واتمنى لكم ان شاء الله تكون احلى حفله، وهبسطكم هبسطكم ان شاء الله لو اذن ربنا ان احنا نعيش، ف وان شاء الله سنه تخرج سعيده، وانتظرونا في احلى واقوى حفله تخرج لخدمه اجتماعيه 2023 دفعه 46 مش 106. انا لما قلت 105 السنه اللي فاتت علشان الحفله الناس كلها واخدين كده، لما اقول لهم 46 حد هيفهم حاجه غلط، فانا جمعتهم كلهم فقلت لهم في 46 105 عشان كل الناس عارفه كده، والعدد الكبير كان رايح هناك وانا حاضر اني جاي. عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة.